ليكي شو رأيك إنه أنا شجعك شوي بطريقتي؟ بوجة! لا تخافي، لا تخافي بوجة. ليكي، أنا كيف بدي روح على درس الرقص إذا وقعت؟ أنتي بتحبي الرقص؟ أنا كتير بحبه، وبس أكبر رح صير أرقص بالمسرحيات. خالك بيعرف بهالشي؟ طبعاً بيعرف، أصلاً خالي هو اللي راح وسجل لي اسمي بصف الرقص. ليكي، خلينا نمشي. أنا عندي قصة تسمعيها؟ كان يا مكان كان فيه بهداك الزمن أميرة، وكانت حلوة، وكانت هي الأميرة بتحب الرقص مثلك أنت، وكمان كانت تلبس مثل الأميرات. هي كانت كتير رشيقة، وهي كل ما كانت تطلع ترقص كان الجمهور يحبها ويضل يصفق لها. وبيوم شاف الأمير الغني رقصة الحلو، وبعدها هن نحبوا بعض حب كبير. انتي بتعرفي الحب؟ بس للأسف يلي صار إنه عائلة الأمير ما وافقوا على زواجه من هالراقصة ووقفوا ضد زواجهم. بس لشو؟ لأنه بوقتها ما كانت الأميرة غنية مثل الأمير، وكان وضعها كتير سيء. ولهيك؟ وإذا؟ هيك هن بيفكروا. وبعدين؟ صار الأسوأ. وقت الأمير وعمه قرروا تركوا، الأميرة وحيدة بالغابة، والأمير تزوج وحدة غير هالأميرة. ما حبيتها لهي القصة بالمرة. بدي أقول لأنستي تعاقب عائلة الأمير الغنية عقاب غير شكل، ورح خليهم يتعاقبوا كلياتهم. ولهذا السبب يا بوجة، لهذا السبب أنا هون. نحن لازم ندور عليها بكل مكان. صحيح. يا ترى لوين راحت بوجة؟ اختي على ما شوفي. كيف بوجة؟ طمنيني عنها. اهلا وسهلا بكير. هلا حضرتك جاي تدافي عنا؟ كنت جيبي كل عيلتك معي. انوج روح دور معهم على بوجة. طيب يلا امشوا. يلا اختي اسمعيني، بعتبر بوجة مثل بنتي وكلنا قلقانين عليها. شي حلو ابنك اللي عمل هيك، وهلا جاي تدوري عليها؟ لا تغطوا على اخطائكم الكبيره، عن جد انتو مو معقولين. اسمعيني منيح، انت فهمتينا غلط. نحن بس خايفين على بوجة مثلك تماما. اسمعني، لا تحاول انه تخدعني هلا، سواء اعترفت او ما اعترفت، بس انتو سبب كل شي صار ببوجة. بكفي هيك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.